هذا الماء ليس بماء بئر أو بماء واد، إنما هو ماء حنفية، ماء أحمر ملوث تغيب فيه كل مواصفات السلامة والصحة، لكن بعض أهالي القصرين أجبرتهم قسوة الظروف وقلة الحيلة على شرب مثل هذه المياه، مياه لا تصلح حتى للحيوان، فما بالك الإنسان. الماء يجي أحمر، المرة الأولى يجي أبيض مرخي كي كشكوش الصابون، وبعد كي تحطه في السطل تلقيه أحمر أحمر كأنك حاط فيه الصبغة أصفر، الماء أصفر يلصق، ساعة تحطه في اليدين كلاكية ذاك يلصق على اليدين، يلصق على المعون، يلصق باللي ترغي باللي تطلي باللي لما حتى الحوايج ما ينظفهمش. الماء سيدي هذا يجي مدردر المرة الأول مخلوض، وبعد ايش وبعد يولي أصفر، فيه نوع من الزيت، اسمع فيه نوع من الزيت، عاشو الحلقوم قديم، الحلقوم مزطط بالعربي، فيه زيت ويصفار وهاو. شوف كيفاش، ها ها شوف شوف، هذا ماء بجهرب، هذا تشرب العبيد، ها هذا تشرب العبيد، هذا حيوان ما يشربوش. ماذا يا سيدي من عام لو هو احمر شكينا زرينا شيء حتى حلوه في السبيطار قال ما غير صالح للشراب. ما هذا يا سنداج مطلعين جديد، ما هذا يا طين يجري على الطين الاحمر، الماء نتاعو هذا يا احمر، نحطوه في الدبوزه يقعد قدر نصيب ساعه يولي احمر كانك صب فيه السبخه. شكينا جرينا حبسنا الاوراق قلنا ما خلصوش، بدلونا بعد ما خلصنا رجعونا الماء بطبع النفس نتاعو. اهالي اعياهم مرض المعده والكلى جراء تلوث المياه، وهم اليوم لا يطلبون الكثير سوى قطره ماء نظيفه ترويهم وتروي عطش اطفالهم، هؤلاء الصغار الذين بات لا يفارقهم الم بطونهم. تعرف ثلاث صغار نزفهم للسبيطار، وبالرغم هان في الاستاجر مقيد يقول لهم راهو الماء مسخ وكلاويه، نمشي للسبيطار ونعدي على كلاويه وشيء يقول لك ايه ايه ويمشوا على روحهم. هذاك هو معناتها انت كل العائله كل مرضى من الناس هذه كل مرضى معناتها مرضى بالمعده نتاعها وبالكلى من ايش على خاطر الطراق. ونزوكم من السنتاج هذا عامل فيه فيه جرثومه، السنتاج اصلا فيه جرثومه، الماء يجري هذا فيه جرثومه فهمني. نحن ذرينا كل جرى كروشه تجري من تجري من الماء، ولا انا مرضى والله من الماء الواحد بطن ولد توجع فيه، وذرينا صغار ضرب اثنين الدوم الاستاجيري، ضرب اثنين الدوم الاستاجيري، والله غريب يا سيدي. تطمئن السلطات المعنيه الاهالي بان تلوث الماء لا اساس له من الصحه، لكن المشكله الوحيد يكمن في قدم القنوات. الماء معناها بصفه معناها متاكده هو ماء صالح للشراب يستجيب، بالنسبه للعينات اللي خديناها كلها تاكد كونه ماء صالح للشراب، لكن يصير في بعض العيان وانا المواطنين معناها نتفاهم معناها القلق نتاعهم، يصير في بعض الاحيان تخرج بعض الاحيان بعض العينات اللي فيها ترسبات، وهذا يصير في بعض الشبكات نتيجه للاعطاب او نتيجه لقدم حتى اجزاء من الشبكات الداخليه اللي تابع حتى المواطنين، قد يكون اللي ثم عينات ساعه لساعه تصير فيها بعض الترسبات ونحن ندخلوا وننظفوا، واحنا نظفنا الشبكه قبل ونظفناها عديد المرات وما زلنا اذا كان تظهر حاجات معناها وانا بيد مشيت لهم راهو لديار المواطنين وشفت معناها الماء وشفت العينات ودرت وشربت منه الماء وشربت منه معناها برشا مرات ولباس. هذه المنطقة ليست ببعيدة عن مركز الولاية، وعلى هذه الظروف يعيش أهلها في حاجة ملحة إلى ما لا تصلح الحياة دونه.